السنة الرابعة على التوالي لتحدي الرشاقة لرمضان مع فتي في التنحيف كل الجسم من دون ترهلات. الأهم هذه السنة إنكم ما رح تحتاجوا شيء، رح تحتاجوا بس إنكم أنتوا تكونوا متواجدين. كملي زافير، برافو، ابتسامتك وينة؟ ارفعي طلعي للأمام عشان رقبتك، ارفعي رجلك بهذه الطريقة. 1 2 يلا يلا أفخاد، كيف وضعهم؟ كله من دون ولا شيء، والحريق مليون بالمية والنتيجة مليون بالمية، تمارين شبه يومية. تحدي هذا السنة عنا في نظام غذائي صحي متوازن محسوب من ناحية السعرات الحرارية، من ناحية البروتين ومن ناحية النشويات. كذلك عنا رياضة شبه يومية على القناة. كونوا بالموعد وما تنسوا تجوا على الانستغرام لللايفات اليومية للتمارين لحتى تجيب معنا فعالية أكثر. وإن شاء الله بعد رمضان كل العالم راح تحكي عن رشاقتك.